تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة وتبريك من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ مملكة البحرين فيما يلي نصها. سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي أصدق وأخلص آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ مملكة البحرين، والذي تم بفضل وتوفيق من الله وإرادة جلالتكم، إذ أن هذا الإنجاز لم نصل إليه لولا توجيهات جلالتكم حفظكم الله ورعاكم، وهو ما يؤرخ لانطلاقة نهضوية جديدة في عهد جلالتكم الذي يتواصل مع الإعلان التاريخي لاكتشاف أول بئر للنفط في مملكة البحرين عام 1932 في عهد المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى الخليفة، ليسجل بذلك امتدادا لمسيرة الخير والبناء التي تميزت بتوظيف موارد النفط لصالح التنمية والتطوير بمملكتنا الغالية. إن العطاء والتقدم والإنجاز هي عناوين بارزة أكدتها المسيرة المباركة التي تقودونها جلالتكم وفق رؤى وخطوات ثابتة تشهد فيها مملكة البحرين أزهى أيامها تحقيقا لتطلعات مستقبل هذا البلد الأمين وشعبها الكريم. إننا يا صاحب الجلالة نعاهدكم على الاستمرار على الخطي التي أرضيتموها جلالتكم نهجا للبناء والتقدم التي تلقى كل التأييد والمؤازرة من مواطنين المملكة المخلصين، ما يدفعنا نحو غد جميل وأفق أرحب من التنمية والازدهار وصناعة مجد هذا الوطن تحت راية جلالتكم حفظكم الله ورعاكم. وأسأل الله تعالى أن يديم على جلالتكم نعمة الصحة والعافية، وأن يكلل جهودكم الخير بالسداد والتوفيق، ودمتم جلالتكم سالمين موفقين. ابنكم سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء. وبعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل وفيما يلي نصها. صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد بكل الاعتزاز تلقينا برقية سموكم المهنئة لنا بالإعلان عن اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ مملكة البحرين، معبرين عن خالص تقديرنا لجهود سموكم من خلال رئاستكم للجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي ومضاعفة عمليات الاستكشاف والتنقيب التي تتم بشكل مدروس، والتي أسفرت عن هذا الاكتشاف النفطي المبشر بالخير للبحرين وشعبها. إننا إذ نعبر عن اعتزازنا بهذا الجهد والإنجاز الذي من شأنه تعزيز طموحاتنا لتبقى مملكتنا نموذجا راقيا في التعامل مع التحديات وتحقيق كل الأمال التي يتطلع لها شعبنا العزيز، لنؤكد على دور سموكم الريادي في مواصلة الأداء الوطني عن طريق ازدهار البحرين وشعبها، متمنين لسموكم الصحة والعافية، ودمتم سالمين والله يحفظكم. حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين.